مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم دلوقتي للتوقيت اللي بستعرض معاكم أبرز إجاباتكم وتعليقكم. هل إن أنتم مع أم ضد احتراف إمام عاشور؟ جالي تعليقات كتيرة جدا. علي محمد نور بيقول قرار جيد لأنه بيحترف لأنه هو لاعب صغير، بس لا الزمالك هيتضرر. ناصر حركات بيقول والله إمام عاشور نجم كبير وأنا أحييه على القرار ده، ربنا يكرمه ويرفع اسم مصر زي صلاح كده، زملكاوي أنا وأفتخر. في دوفادي بيقول مع اني اهلاوي بس اتمنى نشوفه في مكان كويس، قرار جيد، لاعب جيد، تحياتي ليك يا فرح، شكرا جزيلا يا فادي.